السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنعمل أكلة حلوة وجميلة الكل بيحبها وسهلة قوي في البيت والله. هنعمل حاجة اسمها بديل التونة. أنا مش هعمل تونة يا جماعة، هعمل بديل التونة. احنا يعني زي ما بيقولوا بنتحايل إن التونة غليت، طبعا مش عارفين نجيبها. العلبه دلوقتي بقت قد كده ب 25 جنيه وبقت مش حلوه وما بتكفيش فرد. فاحنا بنجيب المكاريلي، طبعا هو مش رخيص، مش هكدب عليكم، انا جايبه كيلو ب 42 جنيه، فهمتني ازاي؟ بس هيطلع معايا كميه حلوه، يعني هيطلع معايا كميه حلوه ويبقى موجود في البيت بتاكل في اي وقت. ده كيلو ونص، كيلو ونص بيطلع لك اربعه. بص انا نضفته، يبقى كده متنضف كده ومتشال منه الدم، هو لونه احمر على فكره، ما تخافيش ده مش دم، ده لونه هو كده بينك. انا جايباه من واحد نضيف، ده بتعامل معاه على طول. ماشي. هحتاج تونه، هحتاج سوري مكاريل، هحتاج اللهم صل على النبي بصل كتير. دي طريقتي عشان انا مش بعمل طريقه حد، دي طريقتي اللي انا بعملها كتير على طول بصراحه. بصلتين ثلاثه كبار، بصوا مقطعينها كده، مقطعها بالمنظر ده. هحتاج فلفل، فلفل رومي، فلفل حامي، زي ما انت عايزه، فلفلتين ثلاثه. هحتاج طبعا ليمون كتير، هحتاج ليمون كتير، دول واحد اتنين اربعة ست ليمونات، خلاص هحتاج ست ليمونات عصيرهم. هحتاج نص كوباية زيت، هحتاج نص كوباية خل، هحتاج كوباية مية، كوباية مية، كوباية واحدة، مش عايزة مية كتير، انا عايزاه يستوي على البخار زي ما بيقولوا. هحتاج معلقة ملح كبيرة او معلقة ونص ملح، معلقة كمون كبيرة، نص معلقة فلفل اسود او ربع عشان لو في زفارة او في اي حاجة. خلاص هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي اجيب صينيه حلو قوي وخفيف جدا وبتاكل بارد، بيبقى بارد تحفه والله، بيبقى بارد في منتهى الجمال. هتقولي لي ايه دي تشبه صينيه المكاريل؟ ماشي، انا بعملها زي تشبه صينيه المكاريل، اللي ما بحطش بس فيها لا طماطم ولا بطاطس ولا الكلام ده، فهمتوني ازاي؟ بس بصراحه انا بحبها. بصوا هحط ملح هنا كده عشان تتبل كده، ماشي، وهرش عليها الكمون كده. بص هقول لحضرتك حاجه، انا لما بجيب التونه بحب اقطع فيها خيار، وبحب اقطع فيها فلفل رومي وفلفل حامي، يعني بعمل زي ما بيقولوا ايه سلطه التونه كده. طب ما انا لما اجي اعمل المكاريل، طب ما انا اعمله كده، طب بس مش هحط خيار، يعني الخيار ده هحطه فين؟ خلاص كده هبتدي اعصر الليمون جامد قوي، ماشي، ليمون المكاريل اللي بيحب الليمون جدا جدا جدا، ليمون يعني بيحبه قوي. خلاص وهبتدي احط نص كوباية الزيت ونص كوباية الخل. لو انت مش عايزة خضار، ماشي، مش عايزة خضار زي اللي انا حطاه ده، هكمل طبعا بقية الليمون. خلاص واحط نص كوباية المية، يبقى كفاية كده، يبقى هو كده حلو قوي وخلاص. بصوا بس كده، بصي بقى اهي انا عملت ايه، بصي المية فين، مغطيتليش دي، مش عايزاها تغطي لي دي، ليه؟ ده هيستوي ساعة ونص. خلاص هحط تاني بقية الملح والفلفل والكمون، هنزله عليهم يبقى طعمه حلو، ماشي، وهعصر برضو بقية الليمون. هناخد ايه بقى؟ زي ما بقولك ساعة ونص على النار هادية، هيغلي الأول بقى كده، روح موطيه عليه نار هادية زي الشمعة زي الرز، ساعة ونص، ساعة الا ربع على الوش ده، وبعد كده روح مدايرة كده ساعة الا ربع تاني، فهمتني ازاي؟ يبقى هو هياخد ساعة ونص على نار متوسطة زي الرز، ساعة ونص، ساعة الا ربع هنا وساعة الا ربع هنا. خلاص انا ممكن كده اكتفي بس كده. في الاخر بقى، في اخر ربع ساعة خلاص هو استوى خلاص، وبقى ايه الزيت ظهر بتاعه، طبعا دي هتتفتح كده والمنظر ده، اروح منزله في الربع ساعة الاخرين البصل والفلفل. انا مش هحط البصل والفلفل من الاول، انا هحط البصل والفلفل في الاخر، ليه؟ عشان انا عايزه يبقى معايا من ضمن الاكله، لكن مش هخليه يستوي ساعه ونص، طبعا هيبقى تهري. انا هسوي كده الاول، ماشي، لحد ما خلاص يبقى زي ما بيقولوا قرب الزيت بتاعها يطلع، اروح منزله الفلفل والبصل، وهنشوف احنا هنعمل ازاي. بص هنا يا حبايبي، بص بيه ابتدى يغلي اهو، بقى مش مغطياه، بص ابتدى يفتح او يتفتح عادي، مفيش اي مشاكل، فتح مفيش اي مشاكل، خليه زي ما هو كده. انا حطيت كام قشره ليمون فيه، ماشي، المهم ان الميه ما تغطيهوش لفوق، يغلي كله كله يغلي، هطفي عليه، هوطي عليه النار لشمعه او زي الرز، اعلى من الرز حاجه بسيطه، وهوطي عليه ساعه الا ربع، وهشوفه واقلبه واروح ساعه الا ربع الثانيه. طبعا انا نسيت اقول لكم موضوع النظافه، النظافه ده يعني بصوا
ونقطع راسه ونقطع نقطع راسه والزعانف ونفتح بطنه وننضفه كله، شويه ملح وتحت الحنفيه سريعا سريعا لان ده ملوش روح بيتهري بسرعه. خلاص بص اهو ابتدى يغلي اهو ابتدى، هدي وده هنقله على العين الواطيه ونشوف بعد ساعه الا ربع ايه الاخبار. بصوا هنا يا جماعه دي كده عدت الساعه الا ربع الاولانيه ما ضيرتهوش خالص، هبتدي اضيره اهو ماشي، هنضيره واحده واحده. بصوا ابتدى تحت يتشال القشر بتاعته كده، ده معنى انه ابتدى يستوي. استوى او هو كده استوى اصلا، بس انا يعتبر بدمسه، انا الطريقه دي كده انا بدمسه، فهمتوني ازاي؟ هقلب كده واسيبه نص ساعه لساعه الا ربع الثانيه، وعلي النار بقى في ربع ساعه الاخيره احط البصل والفلفل واسيبهم بقى يشربوا من بعض في ربع ساعه الاخيره. خلاص وهنشوفها مع بعض. بصوا يا قلبي هنا شايفين الميه قلت ازاي، انا عايزاها كده خلاص، هي كده عدت نص ساعه. هبتدي اعمل ايه في النص ساعه اللي هي الربع ساعه بقى اللي فاضله؟ هروح منزله البصل كده عليه. ليه انا بعمل كده؟ دي انت ممكن تستغني عن هذه الخطوه وما تعمليهاش، انا بعملها لان احنا بنحب البصل والفلفل في المكاريل وفي التونه، مش اجباري يعني، انت ممكن تكتفي لحد ما هي كده خلاص وبس، يعني احنا لا احنا بنحب البصل والفلفل في التونه، فبيبقى متدبل نص تتبيله كده بيبقى طعمه حلو قوي. انا هسويه على البخار كده لحد هي ما تسبك التسبيكه الاخيره في الربع ساعه دي كده، هسويه على البخار واطلعها تبرد تماما تماما ونشوف هنفصصها ازاي. بصي يا قلبي هنا طفيت عليها خلاص، بصوا مجرد بس البصل والفلفل يتدبل بس خلاص، سيبها تهدى خالص خالص تبرد تماما تبقى بدرجة حرارة المطبخ، وابتدي نطلع نفصصها ونشوف هنحفظها ازاي. بصي يا قلبي هنا طلعته، بصوا برد خالص، سيبه يبرد خالص لسه هو فيه سخن، لسه سخن عشان بس تعرفي تفصصيه. بصوا انا مش هشيل القشر، في ناس بيشيلوا القشر، لا القشر فيه فايدة حرام ما تشيليش القشر، وبين هي كلها اصلا ايه وعاد. بصي انا هخليه بس، بصي بيطلع دخان ما اقدرش اشيله كده هيضايقني في ايدي، سيبه يبرد خالص اشيل منه الشوك بس ماشي، هفصصه خالص واشيل منه الشوك. بصوا شويه الميه اللي فضلوا، ادي شويه الميه دي اللي انا عايزاهم اغطي بيهم لما احطه في العلبه، وادي العلبه الثانيه اللي فيها الخضار اللي احنا حطيناه على الوش. بصوا اهو بالليمون اللي هو قشر الليمون بكله، وهنا دي العلبه الفاضيه اللي انا هحط فيها المكاريلي لما نضفه واحط عليها الصوص بتاعها، وهنسيب وهحط على وشها شويه خضار، يا اما نخلي الخضار لوحده اللي عايز ياخد معاه خضار ياخد، اللي مش عايز خلاص. انا هسيبها تبرد خالص، طلعتها اهي من الصوص بتاعها هسيبها تبرد خالص واوريها لكم واحنا بنفصصها ماشي. قلبي هنا ابتدينا نفصصها، بصوا 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 الشوك بيطلع لوحده، بصوا الشوك بيطلع لوحده، تخبيه تشيليه كده ويطلع لوحده ماشي. بصي فيها شوك، لا بلاش منها، انا بحبها بقشرها عشان محدش يقول انها بتتقشر، براحتك عايزه تقشري القشره السوداء قشريها، انا بحبها بقشرها. الشوك اهو بصي بيطلع ازاي، بصي بصي كده تشيلي الديل، بصي خلاص بصي تحطيها في العلبه اهي، بصي المنظر بصي اهي، حطها في العلبه. هبتدي اكمل وارجع لكم تاني. هنا يا قلبي خلاص، بصوا ادي ده منظرها، بصوا انا اهي بصوا عاملاها بقشرها، قشرها مفيد، خساره ترميه خساره، احنا بنقول مش بنعمل تونه هنقول بنعمل بديل للتونه. بصوا بتاخدي بتحطيها ناعمه جدا مهريه، بصي مش اتدمست، انا بدمسها، طعمها حلو قوي. بصوا حطيت الصوص بتاعها اهو، بصوا الصوص بتاعها اهو، بتاخدي القطعه اللي انت عايزاها بتحطي عليها ليمون زي ما انت عايزه، ما حطيتيش ليمون خلاص، هي فيها زيتها وليمونها وكل حاجه، تحطيها في العلبه بتقفليها وتحطيها في التلاجة، عايزه تحطي عليها خضار من ده حطي، مش عايزه خلاص براحتك. لكن لو انت بتعملي رجيم حلو قوي، في الرجيم جميله جدا، اكله خفيفه معاها عيش وجرجيل بتبقى في منتهى الجمال. احنا كده تغطينا دي كده تاكل افراد حوالي خمس افراد، وجبه خمس افراد، او لو انت حطاها في التلاجة تاكل، يعني لو فرد واحد عامل رجيم او فرد واحد عايز ياكل تونه هتقعد معاه كام يوم؟ بتقعد معاكي اسبوع. حلو قوي لان المكاريلي تقيل وبيشبع ماشي، اوفر من التونه 100 مره.
يا رب النهارده تكون طريقتي عجبتكم، يا ريت تجربوها وتعملوها، يا ريت اشوف تطبيقاتكم، يا ريت تشتركوا في قناتي. انا بحبكم قوي قوي، انا حنان رمضان.